أكد لنا العمل الجاري، سيكون العمل جاري من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء خلال كل أيام الأسبوع. ومن أجل توسيع عملية اللجنة لتذليل العراقيل وتسهيل الإجراءات للفلاحين، قمنا باستدعاء السادة لجلسة عمل يوم 19/5/22 وهم على التوالي: المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لوانتيا، مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر، ومدير الطاقة والمناشئ. ممثل الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين، حيث بعد النقاش البناء حول سبل تسهيل وتذليل العراقيل لإنجاح حملة الحصاد والدرس وتبع لتوصيات السيد رئيس الجمهورية وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بجمع أكبر محصول من الحبوب لضمان الأمن الغذائي، خاصة في الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.